السلام عليكم. ويل للعرب من شر قد اقترب، هكذا يبشر العرب بعضهم بعضا بخطر سيأكل الأخضر واليابس. لكن أي شر أو خطر ذاك الذي يمكن أن يواجهه العرب أكثر من الذي يعيشونه اليوم؟ دماء وثارات، فساد واختلاس، فراغ سياسي وأمني، احتلال عسكري، عداء بيني، ثم بعد ذلك أياد شرقية وغربية تحلب الضرع العربي، ضرع يدر على الشرق والغرب مصالح ومكاسب ونفوذا، بينما يحلب العرب منه تفككا وانقساما وتمزقا. ثمة من يرى فيما يجري على أرض العرب استحقاقا سياسيا وأمنيا قبيل تنفيذ ما بات يعرف بصفقة القرن التي ستنهي فلسطين من الخريطة العربية ومن وجدان العرب، وتحيل إسرائيل إلى صديق حميم في مواجهة أعداء آخرين. فهل الأمر كذلك حقا؟ ولماذا وصل العرب إلى حال عجزت فيها دماء الملايين منهم عن توحيدهم بعدما كانت مجرد رصاصة غريبة كفيلة بجمعهم؟ ما الذي حصل وما الذي تغير وكيف الخلاص؟ هذه بعض من أسئلة حلقة اليوم من برنامج حديث العرب، فأهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام. كأمواج بحر عاتية تتقاذف المنطقة العربية أمواج الفوضى سياسيا وأمنيا واجتماعيا كذلك. ما يقرب من 8 سنين مرت منذ خرجت الشعوب في شوارع 5 من الدول العربية لتعلن ثورتها على ما جرى تسويقه تحت اسم الاستقرار، فإذا به استقرار في القاع لأحلام الشعوب بالحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية. ثورة كانت أو انتفاضة أو ربيعا عربيا أو ربما مؤامرة كما يدعون، فالنتيجة متشابهة بعد 8 سنين عجاف. فرغم ما بدا نجاحا لثورات الشعوب العربية واقترابا من تحقيق حلمها، إلا أن أصحاب النظرة المتشائمة كانوا الأوفر حظا، فلم تكتمل ثورة في بلاد الربيع العربي، بل فقط أحدثت هزات عنيفة عصفت بمعادلات القوة داخل النظام العربي، فتراجعت دول كانت تعد محورية في المنطقة وقضاياها، وفتح الباب أمام تصدر دول أخرى للمشهد العربي بعدما كان دورها في السابق ثانوياً. واقع السيولة السياسية في كثير من دول المنطقة واشتعال الأوضاع الأمنية جراء عنف الثورات المضادة ومحاولات التمرد من جانب الثوار المحبطين، كل ذلك مثل فرصة سانحة لبعض القوى الإقليمية والدولية من أجل تنفيذ مخططاتها التوسعية أو حتى تصفية القضايا العربية التاريخية. فأطماع إيران التي كانت في السابق مستترة لم تعد كذلك، ومسلحوها باتوا يتجولون بحرية في دمشق وبيروت وبغداد، بل وفي صنعاء كذلك، بينما وجدت روسيا ضالتها في النظام السوري الذي مكنها من مزاحمة خصومها الغربيين في مياه البحر المتوسط الدافئة. أما الكيان الصهيوني وداعموه في الولايات المتحدة الأمريكية فقد مثلت لهم الأوضاع العربية الرخوة أمنيا وسياسيا فرصة تاريخية لتصفية القضية الفلسطينية عبر صفقة القرن، التي كلما تكشف شيء من تفاصيلها بدت المأساة العربية أكثر وضوحا في ظل رضوخ بعض الأنظمة لإملاءات إدارة الرئيس الأمريكي ترامب، ما يلقي بالمسؤولية على ما تبقى من النخب العربية المثقفة في مرحلة ما بعد الثورات للحفاظ ولو على الحد الأدنى من التماسك العربي في مواجهة أمواج الفوضى المتلاحقة، ولعل قادم الأيام يأتي بربيع عربي حقيقي. إلى ضيوف الحلقة، معي في الاستوديو الدكتور عبد الله تركماني، الباحث في مركز حرمون للدراسات المعاصرة، ومن اسطنبول عبد الباقي شمسان، أستاذ العلوم السياسية في جامعة صنعاء، وعبر سكايب من لندن فتحي المسعودي المحلل السياسي. أهلا بالجمع الكريم، محفظ الألقاب طبعا. أبدأ معك في الاستوديو دكتور عبد الله، بما يمكن تشخيص واقع العرب اليوم على كل الأصعدة؟ ما الذي يحصل؟ كيف يمكن وصفه وتشخيصه؟ مبدئيا أولا تحياتي، مساء الخير لكم وللمشاهدين الأفاضل. أهلا وسهلا. أطلق الدكتور طيب تيزيني تعبير دقيق
الحطام العربي، المفكر السوري، المفكر السوري الدكتور طيب تيزيني. وأنا أعتقد سوف أنطلق من هذا التوصيف، الحطام العربي. نحن نعيش حطاما بكل معنى الكلمة. هذا الحطام متعدد الأوجه، بدءا بالسياسة، بالأمن، بالاقتصاد، بالمجتمع، بالثقافة، كل مظاهر للأسف حياتنا العربية الراهنة تعبر عن هذا الحطام. لنبدأ بالاقتصاد مثلا، وهو عنصر أساسي من عناصر قوة الأمم. عمليا نحن يعني منذ سنوات بعيدة كل مشاريع التنمية التي نسجناها من أجل تقدم أمتنا على الصعيد الاقتصادي للأسف تعسرت، بحيث وصلنا إلى أن نسبة البطالة عالية لدى شبابنا العربي، حتى خريجي الجامعات ما عندهمش عمل بسبب طبعا حتى المنظومة التربوية فيها خلل. مواردنا الاقتصادية كيف تصرف، كيف تدار؟ للأسف جزء كبير منها يذهب على الأسلحة، وفي النتيجة هذه الأسلحة كما سنرى عندما نتحدث عن الجانب الأمني، أسلحة للأسف لا تستخدم ضد أعداء الأمة، وإنما في كثير من الأحيان تستخدم ضد شعوب الأمة وضد مصالح الأمة. إذن على الصعيد الاقتصادي كما ذكرت، المهم الأمم الحية هي الأمم التي تدير مواردها الاقتصادية ومواردها البشرية إدارة عقلانية من أجل تعظيم المكاسب لشعبها ولأمتها. نحن للأسف هذين العنصرين غير متوفرين منذ زمن طويل. هذا على الصعيد الاقتصادي. إذا أتينا إلى الجانب الاجتماعي، للأسف نحن تبين نتيجة فشل أو عدم بناء الدولة الوطنية الحديثة، دولة المواطنين الأحرار في مجتمعاتنا العربية، تبين أنه نحن بقينا قبائل وعشائر ومذاهب وأديان، يعني بمعنى الوحدة الاجتماعية لشعوبنا في كل قطر عربي لم تتحقق، بسبب بالفعل أننا لم نبني تلك الدولة الوطنية الحديثة. وظهرت آثار ذلك مع أول هزة، أول هزة أو إذا شئت هزات عديدة، ولكن الهزة الأخيرة سياسية منذ انطلاق ربيع الثورات العربية كانت كاشفة فعلا لهذه، لتفتت مجتمعاتنا وعدم يعني تماسكها، وهذا ما يظهر يعني اليوم في سوريا. هذا التفتت الذي نجده حتى في العراق، في العراق هذا الانقسام الطائفي الموجود والمحاصصات الطائفية وغيرها هي تعبير بالفعل على أن المجتمع العراقي كما المجتمع السوري كما المجتمع المصري ومشاكله، وهكذا المجتمع الليبي، كل أغلب المجتمعات العربية تعيش تمزق اجتماعي. إذا جينا للجانب الثقافي، الجانب الثقافي للأسف ونحن على أبواب كما تدعي منظومة النظام الإقليمي العربي على أبواب إعداد لمؤتمر ثقافي عربي، وما يعني عمليا اجتمعوا عدة مرات في إطار المؤتمرات الثقافية، يقررون قرارات وفي اليوم الثاني لا ينفذونها أي شيء. ربما الأهم، الصعيد الأهم هو سياسيا، واقع العرب السياسي الآن فيما بينهم بينيا أهم شيء. أنا كنت تارك الجانب السياسي لأنه بالأساس يعني لما نتكلم عن الجانب السياسي، خلينا نتكلم في كل قطر عربي، السمة العامة ثم العلاقات العربية ممثلة بالمنظومة الإقليمية. دخلنا إلى العلاقات العربية البينية كسبا للوقت دكتور، كيف توصف أنا بتقديري قبل يعني منهجيا
كي نصف عطالة النظام الإقليمي العربي لابد أن نبدأ بعطالة الدول نفسها، الدول العربية، لأنه للأسف أغلب الحكومات العربية لا تكتسب شرعيتها من شعبها. العقد الاجتماعي القائم عليه هذه السلطات في أغلب، إذا لم أقل في كل الدول العربية، هو لا يكتسب أي شرعية حقيقية من شعوب هذه الدول. هذه الحكومات والأنظمة التي لم تكتسب شرعيتها من شعوبها عمليا تمارس نفس الشيء في الجامعة العربية اللي هي المفروض المنظومة القومية أو المنظومة العربية الإقليمية كجامعة عربية تهتم بقضية الشعوب العربية وقضايا الأمن العربي وقضايا التنمية والاقتصاد وغيرها. أيضا الجامعة العربية اليوم يعني ليس فقط مع ربيع الثورات العربية، من سنوات عديدة يعني إذا أخذنا عدة محطات، كيف كان موقف جامعة الدول العربية من الغزو الأمريكي للعراق وما ترتب عنه، ما هو موقف الجامعة العربية من القضية الفلسطينية اليوم وهي مهددة كما سنتحدث فيما بعد بما يسمى صفقة القرض. هذا سنبحثه أيضا بشيء من التفصيل، لكن دعني أنتقل إلى اسطنبول مع عبد الباقي شمسان. سيد عبد الباقي، هل يمكن وضع اليد على مكمن الداء؟ هل يمكن تحديد الإشكالية؟ أين تكمن الإشكالية فيما وصل إليه الواقع العربي من تردي وتمزق وفراغ أمني وسياسي وعسكري كما نراه اليوم؟ أعتقد أن المسألة في غاية التعقيد، لأننا أمام مخرجات لمرحلة منذ تحقيق استقلال الدول العربية الحديثة ومنذ التحولات التي يعني استلمت فيها النخب التحديثية الوطنية الدولة وتحولت إلى دولة تحتكر السلطة، وبالتالي هذا الاحتكار أدى إلى أزمة شرعية، أدى إلى أزمة تنمية، أزمة تعليم، ومن ثم في مرحلة لاحقة لدينا فجوة في التعليم بيننا وبين الغرب، فجوة في الصحة، فجوة الرقمية، فجوة العمل، فجوة التقدم. نحن أمام أزمة دولة، هذه الأزمة الدولة الوطنية بمعنى التي لم تستطيع أن تقوم بأهم وظيفة اللي هي صهر هويات الأولية للدولة الوطنية الحديثة في هوية وطنية أولاً. وتزامن مع ذلك يعني هناك مشروعين الإسلامي والعربي لم تستطيع أن بأن الإسلامي والعلماني تقصد؟ نعم، أقصد يعني حتى الدولة الإسلامية بمعنى الأمة الإسلامية، حتى المشروع الإسلامي بمعناها الواسع أن يكون التكتل الإسلامي أو حتى مشروع قومي عربي. كان هناك تعثر المشروع الوطني بمعنى إيجاد هوية وطنية، يمني لبناني، لبناني مجموعة من الطوائف، العراق مجموعة من الانتماءات، لم نستطيع أن نأخذ دولة المواطنة القائمة على أن الشعب هو الذي يمنح السلطة الشرعية وبنفس الوقت يعني مؤقتاً ويحتفظ بحق المساءلة والمحاسبة في حال خروج السلطة. هذا المشروع الوطني والأزمات المتراكمة والمعقدة أدى بنا إلى أن تحتكر السلطة وتتحول دولة أمنية وقمعية، ارتفعت البطالة، هناك إحباط من مشروعنا القومي، إحباط من مشروعنا الإسلامي. أنت تتحدث عن المشروع القومي وأنت غير قادر حتى على السفر إلى دولة مجاورة. طب ما الأسباب الجوهرية لكل هذا؟ يعني أنت تتحدث عن مظاهر الحطام كما أسماها يعني ليس مظاهر، نحن نتحدث عن إجراءات وسياسات أدت إلى ما نحن عليه. الغرب عاملة يعني عندما الغرب وجد هذا المناخ الهش، لأن عندما يكون لديك دولة وطنية أضعف ما في الحلقة هي الدولة الوطنية، لأن هناك انتماءات يا سابقة للدولة هذه الوطنية بمعنى قبلية، مناطقية، طائفية، عقائدية، تسبق الدولة أو تتجاوز هذه الدولة نحو انتماءات قومية أو إسلامية، بمعنى أننا أضعف طرف في المعادلة هي الدولة، مع فقدان سلطة الدولة هذه إلى الشرعية أو حتى شرعية الإنجاز. هذا الحطام الذي توفر مع التحولات والتخطيط والمنطقة مستهدفة، هم يعرفون أن الحقل كان متأزم وقابل للانفجار. هناك المجتمع العربي لديه حوالي 70% معظم الشعوب العربية من الشباب، وهذا الشباب
يعني هنالك طموح، هنالك رفض لواقعهم المعاش، ويبحثون عن واقع مأمول، يبحثون عن واقع سعيد مثلهم مثل الغرب مع العالم الافتراضي. كان هناك إحباط، هناك بطالة، هناك فشل المشروع القومي الإسلامي، هناك أزمات شرعية، احتكار للسلطة، هذا كله أدى إلى انفجار الحقل بدعم خارجي لإعادة تشكيل هذا الحقل، تشكيله بمعنى أن يكون يعني العودة إلى ما قبل الدولة الوطنية. أقولها بوضوح، العودة إلى ما قبل الدولة الوطنية بمعنى أنك تقوم باستدعاء الهويات التي لم تستطيع الدولة الوطنية صهرها، يعني سني، شيعي، كردي، يزيدي، عربي، كل هذه الانتماءات، وتحقنها بصراع ودم وثار. وبالتالي هذا الواقع الذي أملى بالذاكرة ستلاحظ الآن نحن أمام صراع وفجوة كبيرة جدا. نتحدث عن صراع سني شيعي، نتحدث عن مشروع كردي، نتحدث عن صراع مسيحي مسلم، نتحدث عن ثنائيات في المنطقة، ولكن هذه الثنائيات مثخنة في الجراح. ولهذا معذرة، أنت ذكرت عبارة مهمة، قلت إن المنطقة العربية مستهدفة. أريد أن أبني على هذه الكلمة وأذهب إلى لندن لأسأل فتحي المسعودي، هل ما يحصل في المنطقة العربية الآن هو يعني العرب سيقوا إلى هذا الواقع بفعل فاعل من خارج المنطقة، أم أن عوامل الاختراق أو عوامل النقص عوامل ذاتية، يعني أن المشكلة تطاحن عربي فيما بين العرب من دون طائل أو من دون يد خارجية ذات دور مؤثر فيما يحصل؟ أهلا وسهلا سادة جهاد، تحياتي لك ولضيوفك الكرام ولمشاهديكم الأعزاء. أهلا وسهلا. وفي الحقيقة الوضع العربي الراهن المتأزم الكامل الانحطاط في كل جوانبه كما قال الدكتور الكرام، من الناحية الاقتصادية والسياسية والأمنية والثقافية والاجتماعية وحتى النفسية أيضا، هذه ليست وليدة اللحظة، كما هي نحن الآن نعيش النتائج الكثيرة والنتائج التي يعني حقيقة وصلتنا إلى وضع سيء جدا، إنما أسبابها تعود إلى ماض يعني لا أقول بعيد جدا، وإنما إلى ماضي قريب، أصبح الزمن بينه. نعود إلى فترة تحكم كما يقول القوميون الإمبراطورية العثمانية، وكما يقول الإسلاميون الخلافة العثمانية. نقول نحن الدولة التركية عندما كانت تحكم كانت دولة عظيمة يمتد حكمها من الشرق الغرب شمال إلى الجنوب، حكمت جزء كبير من أوروبا، وصلت إلى النمسا وبولونيا ورومانيا والمجر وغيرها، وتحكمت في جزء كبير من آسيا وأفريقيا. هذه الدولة التي تآمر عليها الرجل المريض، وبالتالي تفتح العالم ما كان يسمى بالعالم الإسلامي إلى دول وقوميات متعددة، منها الأتراك ومنها الكرد ومنها العرب ومنها الأفغان والباكستان والهنود والماليين وغيرهم من الأجناس والأقوام والقبائل. تمزقت هذه الأمة شر ممزق، وتآمر عليها الغرب الذي كان سيد فتحي. يعني أنا أريد أن هنا يعني المؤرخ المعروف الجزائري الكبير الراحل مالك بن نبي اشتق مصطلح القابلية الاستعمار، أريد أن أقيس على هذا المصطلح وأقول قابلية الاختراق. يعني دائما ما تبنى فرضيات أو سردية الخطاب العربي على المؤامرة، إلى أي مدى العرب هم يتمتعون بقابلية للاختراق، وبالتالي هم اخترقوا من قبل الخارج وحصل لهم ما حصل بفعل هذه القابلية للاختراق؟ دعنا نناقش هذه الفرضية. أنا لا أعتقد أنه في قابلية للاستعمار عند العرب، إنما تتوفرت الأسباب الذاتية والموضوعية عند هذه الشعوب، فبالتالي الاستعمار سهل أن يخترق هذه الشعوب وأن يمزقها شر ممزق، إنما هي أسباب ذاتية وموضوعية. هي الاستعمار لم يأتي في يوم وليلة، هو كان يخطط لذلك على مدى طويل جدا إلى أن وصل إلى ما وصل إليه. مثلا يعني عندما لا نريد أن نذهب بعيدا فنعود فقط إلى 100 سنة، إلى شايستيكو عندما مزق هذا العالم وأسقط ما كان يسمى بالخلافة العثمانية أو الإمبراطورية العثمانية أو الدولة التركية كما كان يقال. وعندما تفرقت هذه الأمة إلى يعني قبائل شتى، إلى دول صغيرة، ربما بعض الدول مثلا عندما نأخذ على سبيل المثال دول الخليج الستة، مثلا لو وضعت 5 دول
يعني مع بعض، ربما يعني لن تتجاوز ربما ربع السعودية التي هي مساحة كبيرة جدا. أعتقد أن هذه الدول أصبحت دول صغيرة وممزقة، وإذا فيه قدرة على الغرب على السيطرة على هذه الدول، وهذه الدول تصبح أيضا حكامها يبحثون عن استقلالهم كما يقولون، وعلى سيادتهم على تلك الرقعة الصغيرة من الأرض، فبالتالي يسعون إلى ربط علاقات اقتصادية واجتماعية وأمنية وغيرها مع الدول الكبرى التي لا يمكن بحال من الأحوال يكون ندا لها. يعني عندما تأتي دولة صغيرة، وهذا طبعا وهذا يعني بناء على كلامك سيد فتحي أنتج مزيدا من التمزق والهشاشة في الواقع العربي. لكن أريد أن أذهب إلى الفاصل، قبل الفاصل أعطيك دقيقة، يعني أنت أردت أن تعلق على ما قاله فتحي، لو تعلق سيد عبد الله. يعني أنا مع شكري للأستاذ فتحي، في الحقيقة عندما يبحث المرء عن الخلفيات أو الأسباب العميقة لحالة الحطام العربي، أنا بتقديري منهجيا يجب أن نبحث بالأساس عن البنى الداخلية التي أنا مع فكرة بالفعل لا يمكن للغرب والاستعمار والصهيونية أن تخترقنا إلا إذا كانت بنيتنا الداخلية، بنية دولنا، تهميش شعوبنا، عدم إدارتنا لاقتصادنا ومواردنا البشرية إدارة عقلانية، من الطبيعي جدا في هذه الحالة يسهل اختراق الغرب والاستعمار والصهيونية لأمتنا العربية. إذا المسألة بالأساس هي طبعا الاستعمار دائما والقوى الغربية تطمع في منطقتنا، ولكن إذا بنانا الداخلية هشة فمن الطبيعي جدا أن يسهل على القوى. لكن هذه الهشاشة في البنى الداخلية هي في النهاية نتيجة لأسباب ربما تكون أعمق من ذلك. عمليا الأسباب في الأساس كما قلت أنا وزميلي الأستاذ عبد الباقي منذ قليل، أنت نلنا استقلالنا الوطني، كان يجب أن نبني دولة الوطنية، دولة الوطنية باعتبارها دولة الكل الاجتماعي لكل مواطنيها. خرجنا بعد قرن من الزمن تقريبا لنجد أنفسنا ممزقين بالهويات الفرعية الطائفية والمذهبية وغيرها. كيف يمكن؟ طب يعني هناك من يقول لك من العروبيين، يعني أنت لماذا ترضى بالهوية الوطنية الجغرافية الذي صنعت على عين سايكس بيكو ولا ترضى بالهوية القبلية أو الطائفية أو القومية يعني للأكراد أو غيره؟ لماذا تقبل بهذه من صنيعة الغرب ولا تقبل بهذه؟ يعني مبدئيا نحن، أنا أعود للمشروع الذي انطلقت فيه الحركات الوطنية، انطلقت من أجل بناء دولة الوطنية، بعدين أفقنا ذهب أبعد من الدولة الوطنية نحو العروبة كرابطة تربطنا في هذه المنطقة. للأسف نحن فشلنا في الرابطة العربية وفشلنا حتى في الرابطة الوطنية. اليوم أقطارنا العربية في العديد من الأقطار العربية معرضة للانقسامات في داخلها. طبعا أنا لو كان المجال واسع كنت أتكلم، ممكن أن أتكلم بعمق عن موضوع المكونات في كل مجتمع. الوطنية الجامعة لا تعني إلغاء الخصوصية. لو أذنت لي، يعني لم يبقى لدي الوقت، يجب أن نذهب إلى فاصل، سنبحث هذا يعني سيد عبد الله، يعني إلى أين يتجه العرب ومظاهر هذا الانقسام والتشتت، ولكن بعد الفاصل نواصل حديثنا بعد فاصل قصير. أسعدكم الله، ما زلنا وإياكم في الحديث عن حالة التداعي التي تعصف بالمنطقة العربية وانعكاساتها على مستقبل العرب وكيف يمكن وقف هذا التداعي. عبد الباقي، في إسطنبول شبح تقسيم عدد من الدول العربية يلوح بالأفق وحديث صفقة القرن وتسليم كثير من الدول العربية بها،
هل نحن أمام حالة تسليم عربي كامل ومطلق للمنطق الأمريكي ورؤية واشنطن لما ينبغي أن تكون عليه المنطقة في المرحلة المقبلة؟ أعتقد أن الذي يحدث في المنطقة العربية من ما يسمى بالفوضى المنظمة، أي ما يسمى تفجير أو تشظي الحقول العربية أو المكون الاجتماعي إلى مجموعة من المكونات، ومن ثم إعادة ترتيب هذا المكون بشكل هش كما هو الحال في العراق وكما هو الحال سيكون في سوريا في المستقبل أو في اليمن في المستقبل، هذا يجعلنا أمام خيارات إعادة ترتيب المنطقة، بمعنى أنهم بعد أحداث الثورة الربيع العربي كانوا يتوقعون أنه سيتم إدماج إسرائيل في المنطقة وسيأتي هنا جيل عربي جديد يمكن أن يقبل هذا الكيان وقاد عرب لم يشهدوا الصراع العربي الإسرائيلي، لكن اتضح أن هناك لم تكن النتيجة كما هو متوقع. ومن هنا أعتقد أن ما يحدث الآن هو يعني إيجاد ما يسمى بعلم الاجتماع صناعة الآخر، إيجاد إيران كقوة بديلة للمنطقة العربية بديلا عن إسرائيل، وبالتالي هذا يتطلب أن يكون هناك ثنائيات سنة وشيعة في كل بلد عربي فيه المذاهب العربية، أو سنة ومسيحيين إلى آخره أو أكراد، هذه الثنائيات تكون محتقنة، وبالتالي يعني ذكرت نقطة مهمة يعني عبد الباقي في غاية الأهمية حقيقة عندما أشرت إلى إيران. هنا أريد أن أستكمل معك الحوار، إلى أي درجة القوى الغربية وتحديدا أمريكا تستعمل إيران كخيال المآتة، تخيف العرب بإيران لكي تحقق مزيدا من خطوات إلى الأمام لتحقيق مشروعها؟ حدثنا عن استعمال إيران في التخويف، تخويف العرب منها. شوف، في علم الاجتماع هناك ما يسمى صناعة الآخر، العرب يجهلون صناعة الآخر. صناعة الآخر يعني بمعنى ماذا؟ بمعنى أن أمريكا لا يمكن لها أن تتطور إلا بوجود دولة منافسة لها، وبالتالي هذا المنافس روسيا يؤدي إلى تطور اقتصادي وسياسي ونفوذ، وبالتالي الآخر العرب الآن بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وبعد ما كانت الدول العربية الإسلامية جزء من الحلف الليبرالي لمواجهة المادة الشيوعي، أصبحت الغرب أو الولايات المتحدة الأمريكية تخلت عن هذا التحالف وبدأت تجعل من المنطقة العربية هي الآخر وهي الخصم، وبالتالي الغرب والولايات المتحدة الأمريكية أصبحت هي خصما لهذه المنطقة بديلا عن إسرائيل. هذا يتطلب بأن تكون، وهنا أنا أنبه للمنطقة العربية، كثير من العرب الآن الذين يسوقون للمشروع الشرق الأوسطي ويتحدثون أنهم سيشكلون ناتو سني لمواجهة المد الشيعي، إيران تلعب ببراغماتية مطلقة وبسياسة فاعلة وتدرك المخطط الأمريكي وتتلاعب معه وتتناغم معه وتعرف حدودها، وبالتالي على سبيل المثال هل يتوقع العرب أن حزب الله في لبنان أو الحوثيين في اليمن أو حتى الجماعات الشيعية في العراق ينبغي أن تبتث في حال أن يشكل ناتو سني؟ بالعكس، من أهم متطلبات بقاء إيران خصم للمنطقة بقاء الحوثيين وبقاء حزب الله وبقاء الجماعات الشيعية في العراق. لماذا؟ لابد أن يكون هنالك جماعات الميليشيات الشيعية في العراق. الميليشيات الشيعية في العراق طبعاً. لماذا؟ وبالتالي السعودية أو الإمارات عندما تفكر أنها يمكن لها أن تقضي على الحوثيين، لاحظ الآن الغرب يسعى إلى الحفاظ على الحوثيين، إيران تسعى للحفاظ على النظام السوري، العراق الآن أصبح مجالاً إيرانياً، شبه مجالاً إيرانياً. بالتالي لو سمحت أكمل الفكرة، بالتالي تشكيل المنطقة العربية نحن في غاية الخطورة، نحن في منطقة هشة ورخوة، بمعنى أصبحنا لدينا يعني فائض هويات، ومشروع عمل وطني الذي اشتغلنا عليه نصف قرن وأكثر من نصف قرن، كل هذه المنجزات بدأت نخسرها. لماذا؟ لأن كانت العراق قاب قوسين أو أدنى من اكتمال هويتها، رغم أن هنالك هويات أولية، كانت هناك تعثر عملية تحديث وتنمية حافظت بشكل يعني بدأت تقلص، لكن الآن نحن استدعينا والغرب ساعدنا في استدعاء كل هذه الهويات ما قبل وطنية. نحن في وضعية حرجة، وسنتحدث في الجزء اللاحق عن كيفية الخروج من هذا المأزق، لكن أريد أن أبني على ما ذكره عبد الباقي شمسان وأسأل فتحي المسعودي.
التصريحات الأخيرة للإدارة الأمريكية على لسان الرئيس دونالد ترامب قال بالحرف الواحد، قال لولا أمريكا لاحتلت إيران منطقة الشرق الأوسط بأكملها، علما أن إيران ما كان لها أن تتمدد في سوريا لولا سماح أمريكي بذلك. طيب السؤال هو، في ظل هذه التصريحات كيف تتوقع مسار الأحداث في المنطقة العربية في ظل تخويف الأمريكي للعرب بالمشجب الإيراني؟ وأخي جهاد، يعني حاول أن تكون الكلمة يعني متعادلة بين الجميع حقيقة، يعني أنا أعطيت ربع فكرة وليس حتى نصف فكرة. على كل حال، هو أمريكا يعني إمبراطورية الآن، هي أمريكا الآن على رأس العالم وقوة عظمى حقيقة، ومن مصالحها أن تتحكم في العالم، هذا لا ريب فيه ولا شك في ذلك، لا الحق في ذلك أن تفعل. ولكن لو لم توجد إيران لأوجدوا جهة أخرى، لأوجدوا دولة أخرى يعني تخوف هذه الدول وتجعلها دائما خائف، لأن الذي يخاف مستعد أن يدفع كل شيء من أجل مصلحته. خوفوا دول الخليج من صدام حسين، ودفعوا صدام حسين لاحتلال الكويت ودخلوا إلى دول الخليج، وخوفوا إيران ما قبل ذلك ودخل صدام ودخل في حرب مع إيران وهكذا، وخوفوا دول المغرب العربي من القذافي أيضا، وهكذا هي أمريكا، وهكذا هو الغرب الذي له سياسة فرق تسد أصدقائنا الأعزاء في المعركة في إسطنبول عندما يتحدثون عن مشاكل هذه الأمة وتمزقها. نحن فينا خلاف داخلي شديد جدا، أفقي عمودي، نحن لما نتفق على يعني حجم المأساة التي نعيشها وأسبابها، فيه من يرى أن الأسباب هو الدين الإسلام في حد ذاته، وفي من يرى أن الأسباب التي وصلت إليه الأمة هو التغريب والأفكار ربما الدخيلة عن هذه الأمة. نحن لم نستطع أن نشخص، فكيف نستطيع أن نصل إلى الدواء الذي يخرج هذه الأمة من هذه الكبوة التي تعيش فيها؟ هذه الدول القطرية التي يتحدث عنها يعني العلمانيون، الدول القطرية الصغيرة، هي عندما جاءت كيف جاءت؟ الكثير منها جاء عن طريق الانقلابات العسكرية، يعني ينظر إلى سوريا، إلى العراق، إلى مصر، إلى ليبيا، إلى موريتانيا، إلى الجزائر، هذه كلها قامت على طريق الانقلابات العسكرية الدول القطرية، ثم أرادت أن توحد هذه الأمة ودخلت في معارك عظيمة جدا. ماذا ما فعل صدام مثلا في معاركه الخليجية ضد إيران ثم ضد الكويت، وما فعل جمال عبد الناصر ضد اليمن وغيرها، وهكذا هي هذه الدول القطرية التي ليس لها إحساس بوحدة هذه الأمة. بينما أنت لو ذهبت إلى المسلمين مثلا في ماليزيا وإندونيسيا، ربما لهم إحساس أممي، إحساس توحيدي أكثر مما هو موجود في العالم العربي، يحسون أنهم يميلون أكثر إلى هذا العالم العربي، يحسون أنهم وحدة متكاملة، وكما ترى الأتراك الآن الذي تعيش بينهم. إذن هذه الأمة نحن في خلاف شديد جدا داخلنا بعد هذه الثورات العربية. طبعا تتحدث عن الأمة العربية سيد فتحي. نعم صحيح. الآن بعد 2011، الآن انظر ما الذي يحدث. أعطيك على سبيل المثال تونس، الآن في خلاف حاد وحاد جدا بين اتجاهات الإيديولوجية في تونس. العلماني اليساري يكره الإسلامي ومستعد أن يضع يده، هذا الذي كان يرى دول الخليج دول رجعية أصبح يضع يده في بعض هذه الدول ليضرب بها التيار الإسلامي. إذن نحن الآن نعيش أزمة طاحنة، أزمة متعددة المعالم، متعددة الأركان، أصبح يصير الحليم فيها حيران، من كان يؤيد هذه الوحدة القومية وضد الدولة الفارسية الصفوية أصبح الآن صديق لهذه الدولة ويأخذ منها الأموال ويتعاون معها ويراها أنها الصديق القوي الذي سوف يعني به يتغلب على هذه الأزمة وينقذ هذه الأمة من كبوتها بعد أن كانت الدولة الصفوية هي سبب هذه الكبوات. إذن أمريكا هي تبحث عن مصادر قوتها وتستعمل قوتها ونفوذها حتى تخيف. هي الآن في ترامب في ظرف 10 أيام يعني قال ما قال في أنه يستفز ويبتز هذه الدول من أجل أن تدفع المال. دفعت الكثير والكثير ولكنه ما زال متعطف وله الحق بذلك. أريد أن أبني على ما قاله فتحي المسعودي، ألمح من كلامه شيء يمكن أن يبنى عليه سؤال. يعني العرب الآن
مختلفون فيما بينهم، ليس لهم أساس فكري، أساس أيديولوجي، أساس عقدي يوحدهم، أو يقدمون من خلاله مقاربة لمشاكلهم. يعني هذا الخلاف الحاصل بين العرب إلى أين يمكن أن يقودهم في المرحلة المقبلة؟ لا يتفقون على شيء، لا يعرفون ماذا يريدون. طبعا يعني إذا بدي جاوب بشكل مباشر على سؤالك، أرجو ذلك. حقيقة نحن في هذه المنطقة كما نرى الآن، نعم، للأسف هناك قوى إقليمية رئيسية ثلاثة هي القوى الفاعلة في المنطقة: إيران، تركيا، إسرائيل. للأسف نحن كعرب عمليا دورنا معطل في هذا، حتى في قلب المنطقة العربية، حتى في قلب المنطقة. طبعا اليوم هذه القوى الإقليمية الثلاثة هي الفاعلة في منطقة ما يسمى الشرق الأوسط بما فيها في العالم العربي. كنا نتحدث منذ قليل، تحدثت مع الزملاء الآخرين على إيران ودورها في المنطقة، وعمليا إيران كما يدعي كثير من قادتها أنها يعني هي تحت مظلتها خمس عواصم عربية، وهذه حقيقة قائمة نفوذها في العديد من الأقطار العربية. أعود إلى سؤالك، إنه في هذه الوضعية أنا بتقديري البدء يجب أن نبدأ من داخل كل قطر عربي. قبل مع احترامي، أنا إلى أين نتجه في ظل هذه الخلافات التي لا تبدي؟ يعني نتجه إلى مزيد من الحطام. إذا بقينا هكذا نتجه إلى مزيد من الحطام. نتجه بأنه الترتيبات الإقليمية التي ترتب للمنطقة، منطقة الشرق الأوسط، لن يكون لنا دور فيها طالما أننا بهذا الضعف وبهذه العطالة. لكن قسما كبيرا من العرب حلفاء كبار لأمريكا ومهمين. فليكن أمريكا أصلا تبتز، أو هؤلاء يكونوا واهمين إذا ظنوا بأنه تحالفهم مع أمريكا سيؤدي كي تعطيهم أدوارا في مستقبل المنطقة. طيب، مستقبل المنطقة يا عزيزي يا أستاذنا الكريم، مستقبل المنطقة مثل مستقبل أي منطقة. يعني بمعنى النظم الإقليمية تقوم على قوى رئيسية موجودة على الأرض اليوم، في أمريكا اللاتينية، في آسيا، في أوروبا، معروفة القوى الرئيسية القاطرة. نحن للأسف بعد مصر الناصرية، بعد العراق، بعد تحطم سوريا. أي مصر الناصرية؟ يعني هناك من يقول بأن القرار 242 الذي صدر عن الأمم المتحدة بعد نكسة حزيران عام 67 كان مصيبة المصائب. صحيح. وهو الأولى طلائع عن صفقة القرن الراهنة. يعني عمليا أنا جلبت مثال في السياق التاريخي لتلك المرحلة. طيب، ليس بالضرورة أن أكون أنه هي كانت ستفعل الكثير. يعني مفهوم أستاذ عبدالله، لكن لو أذنت لي يعني سأعود إليك. أريد أن قبل أن أذهب إلى الفاصل أسأل عبد الباقي الشمسان، وأرجو الاختصار من فضلك. يعني الآن العرب في مرحلة إعادة تعريف العدو، نبذوا إسرائيل جانبا، لم تعد عدوا لهم، والآن يبلورون عدوا جديدا، فيما يبدو أن هذا العدو يصنع من الخارج. صحيح أن إيران لديها مطامع في المنطقة وتهدد الأنظمة العربية تهديدا وجوديا من لم يدخل في بيت الطاعة الإيراني، لكن ماذا يعني لك بعد 60 عاما من الصراع مع الصهاينة إعادة تعريف العدو ونبذهم إسرائيل وراءهم ظهريا؟ ماذا يعني لك؟ من أهم التحديات للشعوب وحتى على المستوى الوطن هو تحديد هوية الصراع، ويبدو لي هنا عملية تحويم، هناك عملية تعويم لهوية الصراع. بالتالي نحن الآن نتحدث، سأعطيك مثل مقرب ولو أقربه الآن. نتحدث في اليمن عن صراع أو انقلاب وسلطة شرعية، ثم صراع قومي إيراني، ثم صراع دولي. يعني هنا تعدد هويات الصراع في المنطقة العربية. هناك الآن تغيير للصراع العربي الإسرائيلي، رغم أننا كنا دولة وطنية هشة، كان مشروع قومي هش، مشروع إسلامي هش، إلا هناك كان التفاف حول أن هناك كيان مغتصب في فلسطين وكان يجمع
إلى حد ما منطقتنا العربية والإسلامية حول هذا العدو. الآن هناك تحولات في 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 تحديد هوية الصراع بحيث يكون سني وشيعي، وهذا في غاية الخطورة، بمعنى أنه لابد أن تكون في كل منطقة فيها وجود شيعي 12 أو حتى زيدي، ينبغي أن يتم استدعاء هذه الجماعات وإحيائها، بمعنى ستكون منطقتنا متفجرة بالصراعات العقائدية، وهنا إسرائيل ستأتي لنا كحليف لمواجهة هذا الخطر، ومن هنا سندخل في مرحلة صعبة خاصة، وأن هنالك تغييب. أنا هنا أتحدث عن تغييب، بمعنى هنا غياب لحركات الوطنية، هناك غياب للأحزاب السياسية، هناك غياب لحركة المجتمع المدني، هذا الغياب للنخب القائدة والمحركة والحركات الاجتماعية نحن سنراهن عليه لإعادة تحديد هوية الصراع. نحن الآن لا توجد لدينا حكومات أو لدينا مشروع واضح. طيب. نحن الآن أمام واقع متشظي، وسنتحدث عن كيفية التحرك لتحديد هوية الصراع ولإعادة الروح جميل. بهذا الجسد العربي في الإفريق. جميل، أذهب إلى لندن. فتحي، مصالح الدول التي يعني يبدو أنكم ضيوفي الثلاثة متفقون على أن هذه الدول الكبرى تريد تنازع المنطقة، تقسيم هذه المنطقة إلى حصص ونفوذ إلى آخره، لكن هذه الدول الكبرى ليست متفقة على طول الطريق. يعني أمريكا لديها رؤية، هناك روسيا لديها رؤية أخرى، وثمة قوة صاعدة يعني تبحث عن امتداد نحو الغرب مرورا في المنطقة العربية، الصين. لماذا لا يستفيد العرب من هذه تناقضات المصالح، وبالتالي يصنعون نوعا من الوزن يحافظون به على كيانهم العربي؟ إذا أردت أن ألخص كلامك بسرعة، لأنه ليس وجود هناك شيء اسمه عرب مجموعا هكذا. كلمة عرب يعني هي تجمع كامل متوحد، هو موجود جماعات ودول متفرقة ومتمزقة، ليس لها توجه واحد وليس لها يعني لكن صدقت يعني معذرة، يعني أقصد أن الآن العرب يبدو أنهم شبه متوحدين على يعني المشي في الكنف الأمريكي تجاه إعادة تعريف العدو. طيب، ما داموا يريدون مواجهة إيران كونها تشكل خطرا عليهم، لماذا لا يتحدون اتحاد كلي في تحديد عدوهم، وبالتالي يعني تقديم مقاربة يعني للاستفادة من هذه التناقضات، تناقضات المصالح في منطقتهم؟ لأنهم كما ذكرت مرة أخرى ليس هناك وجود عرب مجتمعين. أين هي الدول؟ أين هي جامعة الدول العربية؟ جامعة الدول العربية لا تستطيع أن تجمع يعني ربما ثلث هؤلاء الزعماء أو وزراء خارجيتهم، بعضهم يعني يمثل دولته في أقل مستوى. ليس هناك. أين هي جامعة الدول العربية فيما يتعلق بما يحصل الآن بين السعودية وقطر؟ أين هي جامعة الدول العربية فيما يحصل في سوريا؟ أين هي جامعة الدول العربية فيما يحصل في اليمن؟ ليس هناك شيء اسمه عالم عربي. هذه الكلمة هذه الكلمة يعني هكذا هلامية كبيرة، يعني تسمع جعجعة ولا ترى طحينا، تسمع كلمة ولا ترى. هذه شعوب وقبائل شتى مختلفة متشردمة متمزقة كما قلت عموديا وافقيا، حتى داخل هذه الدول نفسها المتمزقة هي متمزقة في داخلها، متمزقة في إطار قبائل شتى. انظر إلى ليبيا على سبيل المثال، انظر اليمن على سبيل المثال، وحتى تلك الدول التي يقال أن فيها استقرار هي على شفا جرف انهار، هي طيب. يعني تحتاج إلى ربما فتيل وتشعل فيها النار، لأن فيها مئات من القبائل جاهزة لأن تنقض على هذه الدول القطرية. أنا أقول لك في كلمة واحدة، هذه الدول أو هذه التجمعات العربية لا يمكن بحال من الأحوال أن تعود إلى قوتها ولمجدها إلا ما الحل فتحي؟ متكامل بنصف دقيقة. بنصف دقيقة، لا يمكن أن تقول لي أن هناك ثورات قطرية، يعني مصر الشعب المصري لوحده والشعب التونسي لوحده والمغربي. هذه الأمة إذا أرادت أن تكون أمة يجب أن تتوحد في ثورتها وفي مشروعها وفي أهدافها، ويعني إذا لم تتوحد فستتواصل. هم يريدون ذلك، لكن كيف السبيل إلى هذا الهدف؟ هذا السبيل لن يقع إلا إذا ازدادت هذه الأمة تشرذما، يعني أنا أرى بنظرية الهدم. إذا تواصل هذا الهدم ووصل إلى مرحلة اللاعودة،
حينها سيستيقظ هذه الأمة من كبوتها طيب. من غفلتها، وقد جربت هذا من قبل في أثناء الحروب الصليبية طيب. وكانت ربما في وضع مثل هذا أو ربما أتعس منه، ولكن قامت عندما توحدت على فكرة واحدة وصلت الفكرة فتح توسعت من العالم العربي إلى عالم أكبر وأشمل، وبالتالي نعم. استطاعت أن تعيد مجدها وترجع وتعود يعني أقوى طيب. مما كانت في إطار معذرة وصلت الفكرة واحد. وصلت الفكرة هل ويقول بالهدم خرجنا برأي جديد يعني في الحلقة، هل توافق على الهدم ومن ثم البناء كمنهج طبيعي؟ يعني هو عمليا نحن في حالة الهدم عملية البناء هي المسألة برأي الجوهرية. أنا أعتقد بأنه ربيع الثورات العربية الذي شاهدناه في تونس في سنة 2011 وهكذا هو المدخل لسيرورة تاريخية جديدة للعرب. الواقع العربي الراهن، الجامعة العربية والسلطات العربية القائمة، أنا بتقديري لا يمكن أن تؤتي أي خير لهذه الأمة. عمليا مجتمعات العربية على من تقع المسؤولية، شعوبنا العربية، شبابنا العربي، نعم شفت بما قدموه، ولو أنه تعسرت ثورات الربيع العربي يجب أن تتجدد، مش يجب فقط، هي سيرورة. سنجد الشعب المصري الذي يعاني ما يعاني، والشعب الجزائري طيب. وبطبيعة الحال السوري والعراقي، هذه الشعوب لا يمكن أن تستكين طيب. لو إلى الأبد. لو أذنت لي سيد عبد الله سأعود إليك لأختم معك، بقي معي دقيقة من فضلك. عبد الباقي شمسان، هل ثمة وصفة لخريطة الطريق يمكن أن تنهض أو توقف حالة التردي والتداعي الحاصلة في المنطقة العربية؟ وأعتذر منك بدقيقة. أعتقد أن هذا يعني التداعي أو التشظي السريع جعل النخب والمجتمع المدني الضعيف والأحزاب السياسية غير الفعلة غير قادرة على التقاط اللحظة وبالتالي المشاركة بالفعل الحضاري أو بالفعل كردة فعل. لذلك أعتقد أننا بعض الوقت ثم ستحاول هذه النخب والمجتمعات المدنية والحركات الاجتماعية هي التي ستلتقط الأهداف وستتحرك قطريا، ولكن سيكون هناك بفعل التواصل الاجتماعي بفعل العالم الافتراضي هذه جميل. كما هو معروف في كانت الثورة المصرية تؤثر حتى العراق حتى اليمن حتى سوريا، هذا العالم الافتراضي سيجعل من هذه الحركات التي ستحاول أن تجد لها أهداف واستراتيجيات أن تتناقل، ونجد لنا يعني الآن الفعل القادم أعتقد أن الحل يأتي من المجتمع وليس من الدول التي أصبحت الآن مركبة تركيب. أعتقد أننا طيب. بحاجة إلى بعض الوقت لالتقاط الأنفس وبداية وضع مشروع، ولكن جميل. المنطقة ما زالت تنبض بالحياة وبالحرية وبالطموح. جميل، يعني يبدو أنكم ثلاثتكم متفقون على أن المبادرة يجب أن تأتي من القواعد من أو الطبقة الوسطى المجتمعات والمثقفين والنخب العربية. السؤال بعشرين ثانية، كيف يمكن للنخب والمثقفين هذه الطاقات العربية أن تنتزع المبادرة من أنظمة يبدو أنكم متفقون على أنها لن تفعل شيئا؟ كيف؟ أولا النخب يجب أن تعمل قطيعة مع هاي السلطات الدكتاتورية وتنتبه إلى الفواعل الاجتماعية الحقيقية في واقعنا العربي، مثل الشباب الذين نهضوا بثورات الربيع العربي، مثل النساء العربيات الذين شاهدنا أعمالهن في العديد من الأقطار العربية. لكن النخب هي منقسمة على نفسها أيضا. بمعنى هناك منقسمة، هناك النخب السلطوية، أنا لا أتحدث عن نخب السلطة طيب. أتحدث عن النخب الفكرية والسياسية التي تمثل فعلا المثقفين العضويين الذين يهمهم تقدم مجتمعاتهم والخروج من هذا النفق ومن هذا الحطام الذي نعيشه في هذه المنطقة العربية. هؤلاء طبعا إذا انتبهوا إلى الفواعل الاجتماعية الحقيقية اللي هي الشباب، نحن في منطقتنا العربية الشباب يمثلون 70% من شعوب هذه المنطقة. إذا انتبهنا إلى أيضا وسائل التواصل الاجتماعي المنتشرة الآن والمعممة، كل هذا على النخب فعلا أن تعيد النظر في وسائل عملها في طرق عملها من أجل النهوض. لا مستقبل لهذه الأمة إلا بشبابها بالدرجة الأولى.
نعم، ونحن بدورنا يجب أن ننتبه لإشارات المخرج أن الوقت أدركنا وانتهى. شكرا جزيلا لك في ختام هذه الحلقة سيد عبد الله. وصلنا إلى ختام هذه الحلقة التي أشكر في نهايتها عبد الله التركماني الباحث في مركز حرمون للدراسات المعاصرة، كان معي في الاستوديو، وكذلك من اسطنبول عبد الباقي شمسان أستاذ العلوم السياسية في جامعة صنعاء، ومن لندن عبر سكايب فتحي المسعودي المحلل السياسي. كل الشكر لكم، إلى اللقاء.